حضر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل استقبال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. نعم، الحفل أقيم على هامش منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس حتى 11 من أغسطس الجاري. استقبل السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لهذا الحفل، مشيرا إلى الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين في دعم الرياضة العالمية وتطويرها. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على أهمية هذا اللقاء الذي يعزز العلاقات القوية بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي لكرة القدم. أشار سموه إلى أن مشاركة فيفا في الفعاليات الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الأولمبية تعكس التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم على المستوى العالمي. تقدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا سموه على حرص مملكة البحرين لأن تظل دائما شريكا داعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرياضة وتطوير كرة القدم. رافق سموه خلال هذه الزيارة كل من سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الإداري والرسمي.